بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله. في هذا الفيديو راح نحكي عن HTTP connections. HTTP connections عادة تقع في نوعين، ممكن يكون non-persistent connection وممكن يكون persistent connection. خلينا نشوف كيف non-persistent connection بصير وكيف persistent connection بصير. نأخذ مبدئياً non-persistent HTTP. في non-persistent HTTP at most one object sent over TCP وبعديتها بنسكر connection. يعني مثلا على سبيل المثال هذا client وهذا server، نأخذ non-persistent. أول إشي لازم يصير establishment لـ TCP connection، بصير في request TCP connection، بعدين بصير في acknowledgement. بعد ما نعمل establishment لـ TCP connection بنقول أوكي هلا بليز يا سيرفر ودي لي الأوبجكت X. بيجي السيرفر بيودي الأوبجكت X، هون بتكون عبارة عن URL، URL عنوان الأوبجكت، وبيقوم السيرفر بتحميل الأوبجكت over HTTP وبرجعه للكلاينت، وبعديتها الكونكشن TCP connection اتسكر. فبالتالي إذا بدي أوبجكت ثاني، بقوم في حالة non-persistent بيقوم الكلاينت بإستابلشمنت لTCP request، والسيرفر بيعمل عليه acknowledgement، وبعديتها بيرجع كمان مرة للكلاينت بيطلب الأوبجكت الجديد والسيرفر بيرد عليه، والكونكشن TCP connection بتسكر. بدنا نلاحظ إنه مع كل طلب لأي URL من السيرفر لازم تصير عملية، هاي عملية الاستابلشمنت للTCP connection. إذا بدنا أوبجكت جديد بدنا استابلشمنت للTCP connection أخرى. ففي حالة non-persistent HTTP at most one object sent over TCP connection وبعديت الconnection بتسكر. Downloading multiple objects require multiple connection، زي ما شفنا هذا الobject احتجنا ل TCP connection، الobject الثاني احتجنا TCP connection ثاني. أما في حالة persistent HTTP multiple objects can be sent over single TCP connection. وبتم كالتالي، لنفرض انه عندنا هون الكلاينت وهذا عندنا السيرفر، بيعملوا اول مرة establishment لـ TCP connection. كويس، هسا لنفرض انه بدنا نجيب نعمل request لأول URL تطلب الأوبجكت اللي بدك إياه، لنفرض إنه أوبجكت 1. كويس، هون بظل الكونكشن مفتوح as long as إنه بدنا كمان أوبجكت، بظل الكونكشن مفتوح في حالة البيرزستنت، ومن اسمه بيرزستنت يعني دائم بظل مفتوح. بدنا أوبجكت ثاني، أوكي بنطلب اللي بدنا إياه، بدنا ثالث من نفس السيرفر برضو بنطلبه، وبظل التي سي بي كونكشن مفتوح. لما الكلاينت يخلص كل الأوبجكتس اللي بده إياه يطلبها من السيرفر وتصله، بعدين بيتسكر الـ TCP connection. فلاحظوا إنه هون بدنا ننتبه لنقطة ونركز عليها، إنه في حالة non-persistent عمالي بدفع TCP connection request مع كل أوبجكت، بحتاجه بدفع ثمن الديلي اللي بينتج عن الاستابلشمنت للتي سي بي كونكشن. بينما في حاله البيرزستنت HTTP بعمل تي سي بي كونكشن مره واحده فقط، وبعديتها بغض النظر عن عدد الاوبجكتس اللي بده الكلاينت يجيبها من نفس السيرفر، كلها بجيبها على نفس التي سي بي كونكشن واحد. وبالتالي بدكم تتخيلوا وين المور افيشنت، وين الاسرع. واكيد بدكم تقولوا لكلكم إنه البيرزستنت HTTP كونه TCP connection بندفعش إلا مرة واحدة، مفروض يكون البيرزستنت HTTP connection مفروض يكون
more efficient واسرع. طيب خلينا نشوف مثلا في حاله النون بيرزستنت. اول شيء بدنا نبلش في حاله النون بيرزستنت اتش تي تي بي وناخذ عليها مثال. لنفرض انه كلاينت بده صفحه اسمها home.index، تمام، بده من السيرفر صفحه اسمها home.index، وهذا اليو ار ال كامل. اليو ار ال كامل تذكروا انه بكون فيه الهوست نيم، جزئية للهوست نيم سلاش الباث. الباث يعني بما معناته الهوم دوت اندكس وين موجودة على الويب سيرفر. وين موجودة على الويب سيرفر؟ موجودة في دايركتوري اسمه سم ديبارتمنت سلاش موجودة الهوم دوت اندكس. هذا الباث تذكروا، وهذا الهوست نيم. الهوست نيم الهوست نيم تمام. هلا لنفرض ان الهوم دوت اندكس زي ما معطينا فيها 10 جي بي جي بي جي ايمجز، فبدك تتخيل الملف اللي اسمه هوم دوت اندكس، بتخيل انه في 10 صور، والعشر صور بدنا نجيبها من نفس السيرفر، موجودات هون بتلاقين هون سلاش GBG1 سلاش GBG2 GBG2 بغض النظر، المهم موجودات هون في باث تحت someschool.edu. ففي عندنا 1 2 3 بلا 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 لغايه 10 صور موجودات في الملف اللي اسمه home.index. شو اللي بيصير عندنا؟ بيجي الكلاينت بيعمل establishment للTCP connection، بيعمل request انه انا بدي اعمل request للTCP connection. السيرفر اللي موجود في ال www.someschool.edu بيكون اصلا بينتظر على بورت 80، بينتظر باي كلاينت انه يتصل معاه على بورت 80. فلما يجي تي سي بي ريكويست، تي سي بي ريكويست هو بينتظر على بورت 80، بيعمل اكسبت لهذا اكسبت لهذا الريكويست. يعني هون بيجي ريكويست للتي سي بي كونكشن، وهون بيعمل له اكنولجمنت او انه انا موافق على هذا الاتصال، موافق على هذا الاتصال، تمام. هلا بعد بدنا نتذكر انه انا من هون عملت استابليشمنت للتي سي بي كونكشن. معلش خليني الماركر كمان مره، وصار اكنولجمنت على هذا الاتصال. هلا ببلش الكلاينت بقول اوكي جيب لي هون، جيب لي الصفحه اللي هي اندكس دوت عفوا جيب لي الصفحه اللي اسمها home.index اللي هي هاي، بيطلبها من السيرفر. السيرفر بيجهز الريسبونس تاعه وبودي له الصفحه اللي هي home.index. هاي home، تذكروا ان home.index فيها 10 صور، لكن بأول ريكوست هذا بالمرحلة هاي أجت فقط الصفحة نفسها، أجت الصفحة نفسها والريفرنسز بيكون مكتوبات فيها، لكن الصور حقيقة لسه ما أجت من السيرفر، أجت الصفحة نفسها. طيب بعد ما أجت الصفحة نفسها شو بيساوي؟ بيجي السيرفر بسكر الكونكشن، تمام؟ بسكر الكونكشن. الكلاينت شو بيساوي؟ الكلاينت بيجي بيفتح الصفحة اللي وصلته اللي هي home.index، بيفتح الصفحة عنده وبده يجي إذا فيها تكست بيعرضه على الشاشة، بس بيكتشف إنه في صفحة في صور ناقصات، صور مش موجودات. الصور هذول references لصور اللي هن 10 صور مش موجودات. فهلا مع كل صورة بده يعيد الخطوات من 1 لـ 5. مع كل صورة بده يعمل لنفرض أن الصورة الأولى هاي الكلاينت هاي السيرفر، مع كل صورة بده يعيد الخطوات من جديد. يعني الصورة الأولى كيف بده يساوي؟ بده يعمل request للTCP connection ويرجع له acknowledgement ورد يطلب الصورة الأولى والسيرفر يرجع له الصورة الأولى، تمام؟ هلأ بدنا الصورة الثانية، كيف بصير معنا؟ بالصورة الثانية صورة رقم 2 بيعمل request لTCP connection، بيرجع TCP connection بقول له جيب لي الصورة الثانية، برجع له الصورة الثانية.
مع كل عملية بينقل فقط أوبجكت واحد وبتسكر الكونكشن، وهذا هو مفهوم النون بيرزيستنت HTTP كونكشن. لاحظوا أن TCP كونكشن overhead أو الكوست عماله بيندفع مع كل أوبجكت. طبعا الويب براوزرز بكون تلاحظوا أن الويب براوزرز صحيح بده كونكشن لكل صورة موجودة بالصفحة، لكن عملية تنفيذهن ما بتم بشكل سيكوينشال، يعني بضل ينتظر لما تجي الصورة الأولى بعدين بيعمل ريكوست يطلب الصورة الثانية وبعدين يعمل ريكوست يطلب الصورة الثالثة. صحيح كل ريكوست بده TCP كونكشن، لكن الويب براوزرز بتفتح أكثر من كونكشن at the same time مشان تسرع بالعملية. نشوف بالله النون بيرزيستنت HTTP ونشوف الريسبونس تايم في حالة تم استخدام النون بيرزيستنت كونكشن. نحاول نصغر الشاشة مشان كل التفاصيل تطلع. طيب هلا لنفرض انه بالنون بيرزيستنت كونكشن، تذكروا بدنا المؤشر، تمام، بيصير initiate TCP connection request وبيعمل server acknowledgement. مشان نعمل establishment ل TCP connection بين الريكوست والacknowledgement بدنا زمن، هذا بنسميه round trip time، وهو time for a small packet to travel from client to server and back، يعني الزمن اللي بتاخذه باكت صغيره لغايه لما تروح من الكلاينت للسيرفر وترجع، هذا بنسميه راوند تريب تايم. الراوند تريب تايم هذا بيندفع نتيجه ايش؟ الاستابليشمنت للتي سي بي كونكشن. بعديتها بيتم طلب واحد من اليو ار الز اللي موجوده عند الكلاينت. لنفرض انه بده الهوم دوت اندكس، الصفحه اللي هي هوم دوت اندكس، بيتم طلبها وبتبلش ترجع من السيرفر لعند الكلاينت. فبالتالي بدنا كمان مره RTTT راوند تريب تايم فور HTTP ريكويست، وبعد ما ترجع هاي الصفحة بدنا إيش؟ بدنا ننزل، تأخذ وقت في التحميل. يعني الصفحة اللي هي هون اللي هي home.index لما تبلش ينقل هاي ملف، هذا ملف له حجم، لما يبلش عملية نقلها من السيرفر إلى الكلاينت بدنا file transfer time. طيب قديش مجموع الوقت اللي تم صرفه مشان ننقل صفحة واحدة فقط اللي هي home.index؟ واحد RTT، واحد round trip time مشان TCP connection، RTT الثانية مشان ال HTTP request، عمل HTTP request ورجع له response، وزائد الفايل ترانسفير تايم، زائد الفايل ترانسفير تايم مشان تحميل الملف، الوقت اللي بياخذه لتحميل الملف. ممكن تكون ملفات كبيرة وتاخذ وقت طويل. طيب هلا RTT زائد RTT زائد الفايل الترانسفير تايم للفايل ريسيف، بصير عندنا 1 RTT، 1 RTT، 2 RTT زائد الفايل ترانسفير تايم. هاي في حالة النون بيرزيستنت. مع كل ريكوست بدك 2 RTT زائد فايل ترانسفير تايم. في حالة البيرزيستنت HTTP العملية بتختلف. تذكروا انه بالنون بيرزيستنت اللي حكيناه قبل شوي بدك 2 RTT لكل اوبجكت زائد الفايل ترانسفير تايم. طبعا كل اوبجكت بدك 2 RTT، واحدة للتي سي بي كونكشن والثانية لل HTTP ريكوست. وبالتالي في عندنا operating system overhead for HTTP connection. وتذكروا زي ما حكيت قبل شوي انه البراوزرز ما بتنتظر مشان تنقل اوبجكتس واحد ورا الثاني، ممكن تفتح كونكشنز مشان تنقل كل الاوبجكتس اللي موجوده داخل الصفحه دفعه واحده مشان توفر وقت.
أما في حالة البيرزيستنت HTTP ما بتسكر الكونكشن، ما بتسكر الكونكشن، بظل فاتح إذا في أوبجكتس ثانية، إذا في أوبجكتس ثانية يجب نقلها على هذا الكونكشن بتم نقلها. كمان مرة to summarize، خلينا نقول في حالة هاي عندنا، في حالة نأخذ النون بيرزستنت، في عندنا كلاينت، في عندنا سيرفر بيعمل استابليشمنت للتي سي بي كونكشن، بعديتا ننقل نعمل ريكوست لأول يو ار ال، بيرجع بيسكر الكونكشن من اسمه نون بيرزستنت، يعني الكونكشن ما بيضلش موجود، بسكر الكونكشن. احتجنا اوبجكت ثاني بدي تي سي بي جديد، وهذا اللون الازرق بستخدمه للتي سي بي كونكشن، تمام، برد اطلب خلينا ناخذ نفس اللون، برد اطلب نفس الاوبجكت، الاوبجكت الثاني، وبيرجع لي وبسكر التي سي بي كونكشن. احتجنا اوبجكت ثالث، بعمل TCP connection جديد، وبعد ما أعمل TCP connection الجديد برد أطلب الأوبجكت الثالث وبيرجع بيتسكر connection. لاحظوا إنه TCP connection هات اندفع أول مرة، خلنا نختار اللون، أنا آسف عمالي بختار اللون الأبيض عشان هيك مش مبين على الشاشة، تمام، TCP connection اندفع مع الأوبجكت الأول، رد هذا الـ TCP connection باللون الأزرق، رد اندفع مع الكونكشن الثاني، ورد الكوست تاعت TCP connection اندفعت مع الثالث. خلينا ناخذ البيرزيستنت HTTP نفس الانالوجي، عندنا كلاينت وعندنا سيرفر، ونحاول نستخدم نفس الألوان مشان ظلوا مركزين معنا. أوكي، بدي أعمل TCP connection، بعمل request بيجيني acknowledgement، تذكروا هذا بده يظل فاتح مبدئيا، كويس. هلا بدي الهوم دوت اندكس، صفحه الهوم دوت اندكس بجيبها، تمام، ظل الكونكشن فاتح، التي سي بي كونكشن ظل فاتح هون ما بتسكر. طيب بدي اول صوره، هاي عندنا اللي هو الهوم دوت اندكس، في الصوره الاولى، الثانيه، الثالثه، قلنا لغايه 10 صور، تمام، 1 2 لغاية 10، تمام. هاي الريكوست للصورة الأولى، بدنا الريكوست للصورة الثانية، بجيبها وبرجع كونكشن برضو فاتح من اسمه بيرزيستنت، يعني دائم برضو فاتح. بدنا الصورة الثالثة، بجيبها وهلم جرة لغاية الصورة الرابعة أو لغاية الصورة العاشرة، أنا آسف. بعديتا الكونكشن، بعديتا الـ TCP connection بسكر بعد ما أنقل كل الملفات الأول والثاني والثالث لغاية العاشر، كل الصور الموجودات داخل home.index بكون نقلتها. فبالتالي تذكروا أنه في حالة الـ persistent HTTP as little as one RTT for all the referenced objects، هذا اللي لاحظينه باللون الأزرق، دفعته مرة واحدة على فرض طبعا انه هاي الاوبجكتس كلها بنجيبها احنا من نفس السيرفر، دفعت راوند تريب تايم، الكوست هاي دفعته مره واحده ونقلت على نفس التي سي بي كونكشن كل الاوبجكتس هاي، بينما هون عمالي بعمل تي سي بي كونكشن بنقل اوبجكت واحد، برد اعمل تي سي بي كونكشن بنقل اوبجكت واحد. بتمنى الفكره المقصوده من هذا الفيديو وصلت. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.